السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة توب اوف لوبي اسيا. واليوم رجعت وغادي نعاود ندير لكم فيديو اللي كيخص الديكور. كيف ما كان اخر فيديو، كان اخر فيديو اللي كنت درت على الاخطاء تاع السيجور، اللي كنلقى واحد الاستحسان منكم وقلت علاش لا غادي ندير لكم فيديو اخر خاص بالديكور. وانما اليوم غادي يكون الفيديو ديالي خاص بتصميم غرفة النوم ديال الاطفال. كيف ما كتعرفوا كنبغيو نديرو غرفه النوم تاع الاطفال، ما كنعرفوش منين نبداو، ما كنعرفوش بزاف تاع الافكار كتبادر لينا للذهن ديالنا، وما كنعرفوش كيفاش نحصلوا على داك المظهر المثالي لغرفه الطفل. اولا قبل اي حاجه نبغي نقول لكم بان فاش نبغيو نصمموا واحد الغرفه ديال واحد الطفل، ناخذ بعين الاعتبار بان هذيك الغرفه خصنا نديروها غرفه تبقى على المدى البعيد، ماشي ندير واحد الغرفه اللي خاصه بلي بيبي او لا بالدراري اللي تيكونوا صغيورين. كيف ما كنعرفوا ما غاديش نبقاو نبدلو هذيك الغرفه كل مثلا كل عام غنبقاو نبدلو في الموديل ديال الغرفه، ما يمكنش. لهذا غادي نبازيو البنات على الديكور ديال غرفة الأطفال اللي يمشي معانا، اللي يكبر فيه الدري ويكون مناسب لك على أعمار. واول حاجه غادي نبداو بها هي اللون ديال الغرفه. كيف ما كنعرفوا بان الالوان كيلعبوا واحد الدور اللي هو كبير في الغرف، وخصوصا الا بغينا نديروا تصميم ديال غرفه الاطفال. هذا الشيء علاش كنقترح عليكم انكم تبعدوا نهائيا على الالوان الغامقه. نديروا الوان اللي هي تكون فاتحه، تكون تتناسب. انا كنفضل الصراحه يكون لون واحد، مثلا الكري بارد كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين، واون باراليل نقدروا نديروا الكري وندخلوا معاه الديكرادي ديالو. اولا بالنسبه الا كانت غرفه ديال الوليدات نقدروا نديروا نخرجوا من داك المود ديال ولفنا كنديروا ان وليد كنديروا ليه غرفه في الشيبي والبنيه كنديروا لها الغوز. نحاولوا نخرجوا على هذه القاعده شي شويه. كاينين دابا الوان اللي هما غزالين كيجيو في الغرف، نقدروا الوليدات مثلا نديروا لهم، غادي نخلي لكم الصور، نقدروا نديروا لهم مثلا الكري وندخلوا معاه داك التوركوا اللي تيكون فريمون تيكون بارد بزاف، كيجي رائع على البنات. انا شخصيا كيعجبني، وان شاء الله تنقول الا بغيت نصايب الغرفه لوليداتي غادي ندير هاد الكري وغادي ندخل معاه تركوا بارد. كاين الكري كيجي معاه اي لون، الكري نقدروا نديروا معاه اورانج. هاد الكري مع لورانج كيقدر يجي غرفه وليدات مع غرفه بنيات، يعني اولا حتى الا بغينا نجمعوا وليد وبنيه يعني ما عندناش الاشكال. نقدروا نديروا كري موف تا هو كيجي رائع، كري اورانج، كري. الى كاع فضلنا مثلا نديرو واحد اللون اللي هو فرونسي نديروه في واحد الجهه اولا واحد الحيط اللي يكون مثلا صغير هو اللي نديرو فيه داك اللون الغامق. وكنفضل عاوتاني حاجه واحده اخرى هي اللون الاصفر، كيجي زوين في لي شومبر ديال الدراري الصغار. ضروري نختاروا واحد الحائط ولو يكون حتى هو صغير ونخرجوا فيه داك اللون الاصفر اللي كيعطي واحد الانطباع ديال التركيز. حاجه اخرى اللي هي مهمه ان قبل ما نبداو نفرشوا لا شامبر، الوضعيه ديال السرير كتلعب واحد الدور اللي هو مهم. كيف ما كتعرفوا حنا الاغلبيه حنا المغاربه في لي شامبر ديال وليداتنا ما عرفتش علاش كنحطوا الناموسيه كتجي في عرض ديال البيت، كتجي شاده في العرض. فهمتوني كيفاش؟ انا نصيحه من عندي كنبغي السرير يجي في لو كوان. بالنسبه الا كان عندنا وليد واحد نقدروا نديروا الناموسيه في الزاويه، يعني نختاروا الزاويه اما تكون مقابله للباب كان احسن، نديروها مقابله للباب باش هكذا كنلعبوا على المساحه ديال لا شومبر ديال داك الوليد، باش كنحاولوا نستغلوا ليه هذاك الاسباس كامل. نديروا ليه السرير في الزاويه باش يخلي لنا اسباس واحد اخر اللي نحطوا ليه فيه مكتب، ونديروا ليه حتى بلاصه ديال الرونجمون. علاش لا نحاولوا الغرفه ديال الوليدات ديالنا نكثروا فيها من لي مابل ديال الرونجمون ابار بلاكار. واخا يكون عندنا البلاكار اي بلاصه لقينا ما نكرهوش نديرو فيها الرونجمون. الناموسيه نديرو فيها دوك لي تيغوار اللي تيكونوا في التحت كيلعبوا واحد الدور اللي هو كبير، كنحطوا لهم يا اما اللعب ديالهم او المهم كتب ديالهم قصص اي حاجه. المهم كنلعبوا على هذاك الرونجمون، كيعاوننا بزاف كما كتعرفوا الوليدات تيكون عندهم الرونجمون بزاف. دونك اي بلاصه كانت بقات عندنا ابار البلاكار نحاولوا نستغلوها ونحاولوا نديروها الرونجمون.
لهذا نحاولوا في هذيك الغرفه تجي بسيطه ونديروا فيها الضروريات اللي غادي يحتاج هذاك الوليد، نديروا ليه بيغو ديالو، نديروا ليه بلاصه تاع الالعاب ضروري، ونحاولوا نخليو ليه واحد لاسباس اللي واخا يكون صغير المهم يلقى فيه راحته، يلعب فيه، يدير فيه اللي عجبه. وكاينين كيتباعوا، شفت في ايكيا، في ايكيا كيتباعوا دي مابل اللي هما كيف ما قلت لكم تيكونوا ستاندارد، تيكونوا بيضين، ولافونتاج ديال هاد لي مابل البنات كتاخذوهم مثلا تيكونوا فيهم دي زيتاجير او لا ما تيكونوش عامرين بلي زيتاجير، وهذا كتقدري تستغليهم في هذاك لو طون تيكون عندك الوليد او البنيه صغار، كتقدري تستغليهم في هذاك، تقدري تبدلي ليهم هذوك لي زيتاجير على حسب الاحتياجات ديالك انت. بحال مثلا الدري كبر شويه كتقدري هذوك نفس لونجمون نفس البلاكار كتاخديه وتقدري تزيدي فيه حوايج اخرين، تقدري تزيدي فيه منجوره، تقدري تزيدي فيه لي زيتاجير بلاصه لونجمون. هذا هو الصراحه اللي زوين في هادوك اللي مبل ديال الايكيا، عكس الخشب، عكس الخشب لان عرفتي الا قديتي شي حاجه تاع الخشب راه ما عندك ما تموديفي فيها، يعني كيبقى هذاك المبل اولا داك البلاكار كيف ما صايبتيه كيبقى هو هو. هادو كيكونوا غالبا مخدومين بالام دي اف، تيكون تقدري ديري فيهم لي موديفيكاسيون، تزيدي فيهم المجوره، ما بقيتيش بغيتي لي زيتاجير تحيديهم، بغيتي تخوي كاع واحد لاسباس تزيدي العلاقات تزيديهم. دونك هذا هو لافونتاج اللي كيبقى ديال لي بلاكار تاع ايكيا. لاحظوا بان كاع الامهات فاش كيبغيو يصايبوا واحد الغرفه سنهم تاع الوليدات اولا تاع البنيات كيمشيو مثلا عند النجار وكيصايبوا واحد الغرفه اللي كتكون كومبلي فيها لو لي، فيها البلاكار، فيها لا كوموند اولا فيها البيرو، يعني كيجي داكشي متشابه. اولا كنمشيو لكيتيا اولا ايكيا ولا شي بلاصه ديال الفراش وكناخذوا غرفه اللي كتكون كومبلي. انا شخصيا ما كنصحش بهذه القضيه هذه، نبعدوا على هذاك الاختيار ديال كلشي، كلشي لي بياس يكونوا بحال بحال، نحاولوا ناخذوا لو لي، ماشي ضروري لو لي يكون تيشبه البلاكار، يكون تيشبه البيرو. هادشي اللي بغيت نقول لكم، الا كان الاختلاف تيعطي منظر اللي هو احسن، بشرط ان يكون التناسق في الالوان، لهذا شي حاجه اساسيه. مساله اخرى اللي هي مهمه وهي الاضاءه، الاضاءه البنات شي حاجه اللي مهمه في غرفه ديال الدراري الصغار. علاش؟ لان الاضاءه كتلعب واحد الدور اللي هو كبير على الراحه ولا النفسيه ولا التركيز تاع الوليدات. هذا علاش انا كنفضل الاضاءه في بلاصه السرير ما تجيش مباشره فوق السرير. كنشوفوا بعض المرات بان تيكون لا شومبغ فيها دايره بلي سبوت، انا كنفضل بان لي سبوت ما يجوش فوق راس السرير مباشره فوق راس ديال السرير، لي سبوت يجيو في الجهه المقابله. وبالنسبه للجهه فين حاطين لا تيت دو لي يجي في الجنب ديالها شي اباجورا فيوز اللي يكون الضو ديالها اللي هو خفيف سامبل. بالاضافه للاضاءه اللي تتكون عندنا تاع البيرو نحاول نختاروها ما تكونش مجهده، لان الوليدات فاش يكونوا تيقراو حتى الاضاءه كتلعب واحد الدور على التركيز ديالهم، تقدر ما تخليهمش مرتاحين باش يكونوا مركزين. نحاولوا نديروا واحد الاضاءه اللي خاصه بالمكاتب، كيتباعوا دابا في بارتو، كاينين في موبيليا، في كيتيا، فين ما مشينا كاينين هذوك لي فيوز او لا هذوك الاضاءه اللي كتكون جانبيه وخاصه بالوليدات الا بغاو يحفظوا الا بغاو يراجعوا الدروس ديالهم. بالنسبه للريدو ديال لا شامبر كيف ما قلت لكم ديجا في داك الفيديو الاولاني، الريدو يجي بالعرض ويجي بالطول، علاش لا يجي الطول حتى الارض. الريدو نحاولوا يكون سامبل، نديروه في واحد اللون اللي يكون هادئ وماشي اشكال، نديروا يكونوا فيه شي خطوطه بالاصفر او هذا على حسب حنا الديكور اللي اختارينا. الا ما كناش مكثرين الالوان في الحيوط نحاولوا نديروا الريدو يكونوا فيه شي خطوطه يجيو بالعرض ويجيو هكا في اصفر او اللي يجيو في اورانج على حسب الديكور اللي حنا اختارينا. بالنسبه للديكورات البنات نحاولوا ما نكثروش الديكورات في البيت تاع داك الوليد ولا ديك البنيه، نحاولوا نديروا شي حاجه اللي هي سامبل. داكشي باش قلت لكم بان الغرفه قبل ما نديروها ناخذوا بعين الاعتبار بان هذيك الغرفه غادي الشكل ديالها غادي يبقى مع هذاك الوليد ان شاء الله حتى يكبر وتيدير واحد 16 عام 17 عام، عاد نقدروا ديك الساعه نبدلوا ليه الديكور. يعني في الاساسيات نحاولوا نختاروا مثلا في المبل نختاروا سرير اللي يكون هو كبير من دي، لا داعي باش نديرو دوك الاسره اللي تيكون بحال على شكل طوموبيل وعلى شكل هذا على شكل دار، وتنشوفوا دوك الناموسيات اللي تيكونوا فريمون غاليين واون بليس ما كيدوش بهم الوليد واحد المده اللي هي طويله. يعني اولا دغيا كيتعدف،
ثانيا كيوصل لواحد لاج كيخصو يتحيد ونجيبو ليه واحد السرير واحد اخر. هذا الشيء علاش انا في نظري ناخذو من الاول سرير اللي يكون هو كبير ماشي اشكال، اللي ياخذ فيه راحته واللي يبقى معاه حتى يوصل لواحد لاج. هذا من جهه. من جهه اخرى حتى الا بغينا نديرو ليه واحد ديكوراسيون في هذاك لا شومبر ديالو، نحاولو نلعبو على ندير نخدمو بابي بان اللي كنفضل انا يكون في واحد الحائط. بابي بان كما كنعرفو الثمن ديالو ما غاليش، وبالاضافه انه نبدلوه وقت ما بغينا، علاش لا نديروه في واحد الحيط اولا نديروا فيه دي موتيف. انا شخصيا ما كنبغيش هذوك الشخصيات الكرتونيه، واخا الدراري صغار كيحماقوا عليهم، ولكن في نظري ما نحاولوش نديروا هذاك الشيء تاع سبايدر مان سوبر مان هكا من السطح في الحيط. واخا الوليدات كيعجبهم نحاولوا نشريوهم على شكل لعاب ونحطوهم لهم، وفي الديكوراسيون تاع الحيط نديروا شي حاجه اللي فريمون تكون سامبل سامبل اللي ما كتملش وما كتجيش حتى زوينه. كيجي البيت سورتو الا كان البيت صغير ودوك الشخصيات الكرتونيه ملصقين في الحيط بزاف كيجي داكشي كتير بزاف. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا ولو شويه، نتمنى نكون عطيتكم افكار اللي تقدر تساعدكم في التصميم ديال الغرف في النوم ديال الاطفال ديالكم. نبغي نقول لكم شكرا شكرا على المتابعه ديالكم ليا، شكرا على التعليقات اللي فريمون كتفرحني. نبغي نقول لكم كاملين شكرا شكرا، ما سخيتش بكم. الى الفيديو القادم باذن الله.